بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تحدثنا في حلقة سابقة عن الغرائز، ومن هذه الغرائز حب المال، القناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث الآخري. هذه محبوبة للإنسان، ولكن محبوبة لها أهداف. عندما تخرج عن أهدافها قد تسبب الفساد والضرر على صاحبها وعلى مجتمعه. فكم من إنسان دفعه حب المال إلى الكفر والعياذ بالله تعالى، وإلى الجحد بآيات الله، وإلى التخلص ممن يقف في وجهه في سبيل تحصيل المال. فهناك من يقطع الطريق على الناس ويقتلهم ليأخذ أموالهم. هذا أقبح من السارق والعياذ بالله تعالى. السارق يخاف الناس وينتظر هفواتهم وعدم معرفتهم بسطوته فيأخذ بسرعة ويهرب. أما الذي يحمل السلاح ويأخذ أموال الناس بالباطل والعياذ بالله تعالى، فهذا يسمى الخارج عن حكم الله، الخارج عن المجتمع الإسلامي. فعقابه إذا قتل يقتل ويصلب، وإذا أخذ المال فقط تقطع يده ورجله من خلاف. السارق العادي تقطع يده، هذا يقطع يده ورجله من خلاف، ليعتبر ويبين أنه قام بجريمة نكراء بالنسبة للمجتمع. وإذا قتل يخشى أن يكون قتل على غير الإيمان والعياذ بالله تعالى، لأنه متسلط على الآخرين ويبغي أموالهم. فلم يمنع الإسلام الإنسان أن يحب المال، ولكن حبه للمال من أجل أن يتلذذ به، ولا على أن يجمعه بطريقه الصحيح الذي رسمه الله سبحانه وتعالى. فلا غصب ولا ربا ولا سرقة، إنما هو ابتغاء مرضات الله بالطريق الذي شرعه الله، من تجارة، من زراعة، زين الحرث أيضا للإنسان وغير ذلك. كل إنسان على حسب وضعه وفكره واختصاصه في الحياة. فحب المال إذن قد يوصل الإنسان للكفر. من أجل أن يحصل المال كم من إنسان حتى يجعلوه مو بس يغتصب الأموال، حتى يضعونه رئيس معمل ولا رئيس كذا، أو يوظفوه في وظيفة يستطيع أن يبتز فيها الأموال أو يرتشي، يكون عبد للطاغوت فيصبح كافر، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، وهذا أمر خطير. ولذلك جاءت آيات بعد ذلك تتحدث عن الكفر، وتتحدث عن الذين يفسدون في الأرض ويقتلون الناس بغير الحق، حيث يقول ربنا سبحانه وتعالى في هذه الآيات: إن الذين يكفرون بآيات الله، آيات الله البيانية والكونية، آيات الله البيانية هي التي بينها الله في القرآن، وآيات الله الكونية أي ما خلق الله في هذا الكون العظيم الذي يدل على عظمة خالقه وعلى أن الأمور بيد الله. فإذا كان عاقلا يطيع الله الخالق لأنه أدرى بمصالح خلقه، فيكون مؤمنا مستقيما على أمر الله، وقافا عند حدود الله. أما إذا كان غلبت عليه مصالحه من مال أو شهوة أو رياسة أو زعامة أو غير ذلك، فتراه والعياذ بالله تعالى يطيع غير الله من شياطين الإنس والجن، فيكفر بآيات الله الكونية. إذن يكفرون بآيات الله الكونية التي خلقها الله في الكون، وبآيات الله البيانية التي بينها في القرآن. ماذا يفعلون أيضا؟ ويقتلون النبيين. هذا وارد في اليهود، من شماتهم قتل الأنبياء. أما في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم محمد، حفظ الله نبيه ونزل قوله تعالى: والله يعصمك من الناس، فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يتخذ حارسا يحرسه، فقال لهم: اذهبوا لا حاجة لبكم، الله سبحانه وتعالى يحرسه. تضمن الله بذلك. يقتلون النبيين بغير الحق، يعني يعلمون أنهم على باطل. لماذا يقتلون النبيين؟ لأن النبي يقول لك هذا حلال وهذا حرام، ويدعو الناس إلى طاعة الله، وهو يريد أن يتسلط على الناس، يتسلط على أموالهم، يتسلط على أعراضهم، يتسلط على أشخاصهم،
فهذا النبي عندما يطلب من الناس أن يطيعوا الله ما يحصل شهواته، ما يحصل مصالحه بالباطل، فهو يعلم أنه على باطل ويقتل كل من وقف في طريقه، الأنبياء وأيضا الذين يأمرون بالحق والخير من الناس، الدعاة إلى الله، ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس، فبشرهم بعذاب أليم. الذين يأمرون بالقسط أي الدعاة إلى الحق. قد يقول قائل لماذا يكره الإنسان عالم من العلماء إذا كان يخطب ويعلم الناس ويبين لهم أن يطيعوا الله، النساء تستتر والرجال يخفوا ويغضوا من أبصارهم كما ورد في الآية القرآنية في سورة النور، لماذا يكرهه أصحاب الشهوات؟ لأن إذا الناس كلهم أطاعوا الله وتواروا عن أنظار هؤلاء الفاسدين الأشرار، فمن أين لهم أن يعيثوا في أعراض الناس فسادا؟ فلذلك يخيل لهم شيطان الإنس والجن أنهم إذا قتلوا هؤلاء الدعاة إلى الحق والخير يستقيم لهم الأمر ويفعلوا ما أرادوا. ولذلك نرى الآن مثلا في إحدى الدول العربية بعض الناس لا يوافقون على كذا ولا ويصورون أن هذا الإسلام الذي أخذ أغلبية في تلك البلد هذا سيمنعهم الحرية، وصرحوا بذلك أنه ما في حرية. ماذا يريدون من الحرية؟ هل الحرية في التعبير عن الرأي؟ هل الحرية في التفكير؟ هل الحرية في المشاركة بالإنتاج والخير؟ لا، إنه الحرية يقصدون بها الإسلام الذي يمنعهم من شرب الخمر ومن قتل الناس ومن السرقة ومن التسلط، فهم يريدون أن يأخذوا حريتهم ويكونوا كما كان عهدهم السابق قبل أن يعني يتغير الوضع عندهم والحكم. فكثير من المسلمين لجهلهم لا ينتبهون لهذا، يظنون هذول ناحية سياسية، لا ما هي سياسية، هذه ناحية خروج عن حكم الله وعن أمر الله، لا يحبون ما أنزل الله، منافقون كما ذكر القرآن ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. فالمؤمن الحق يعلم أن طاعة الله هي فيها الخير، أما المنافق والفاسد من أتباع أفكار اليهود فإنهم لا يريدون أن يكون بينهم إنسان يدعو إلى الحق. ولذلك عندما يكونوا موظفون في مكان ويرتشون ويأتيهم موظف آخر لا يرتشي ويخدم الناس يدبرون له المقالب والمشاكل حتى يخلصوا منه، لماذا؟ هذا إنسان جيد. إذا وجد هذا الإنسان جيد بعد ذلك لا يستطيعون أن يصلوا إلى أغراضهم، فلا يحبون أن يوجد في المجتمع إنسان جيد حتى لو وصلوا إلى قتله. ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. أولئك الذين حبطت أعمالهم، حبطت أي بطلت أعمالهم في الدنيا، هم يحيكون المؤامرات ضد الإسلام، ولكن المسلمين إذا صبروا ودعوا إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة كل مكائدهم تبطل. أولئك الذين حبطت أعمالهم أي بطلت في الدنيا، وأيضا حبطت أعمالهم في الآخرة، في الآخرة يذهبون كفار عند الله فسيعذبون، حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. عندما يعذبهم الله في الآخرة لا يستطيع أحد أن ينصرهم. في الدنيا قد يستنصرون بأتباعهم وبأعوانهم من أتباع الشهوات، ويريد قال تعالى ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، قد يؤيدونهم ولكن في الآخرة لا يؤيدهم أحد وما لهم من ناصرين حين ينزل عقاب الله تبارك به وتعالى بهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا رشدنا وأن يسدد خطانا حتى نكون على صراطه المستقيم، والحمد لله رب العالمين.